لعل هذا المسؤول هو ربما المسؤول الأول يعني أو المسؤول الدولي الوحيد الآن موجود في الخرطوم على هذا المستوى الرفيع، أتحدث عن الدول يعني في الوقت الذي ذهبت فيه دول الكثير لمقاطعة الدب الروسي. السودان اليوم تعقد لقاءات مع وزراء، وأيضا كان هناك لقاء مع وزير الدفاع الروسي. بالتأكيد في الفترة الأخيرة كانت هناك علاقات مع روسيا من خلال المكون العسكري. هناك يمكن على ما يبدو مصالح هي تتعلق بالجانب الأمني على شكل أكبر. للأسف الشديد يعني مثل هذه العلاقات التي تتعلق بدولة مثل السودان ينبغي أن يكون هناك في حسابات كبيرة وكثيرة قبل الإقدام على ما قد يكون موقفا يعطي إشارات خاطئة لدول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. الدول الأخرى، الدول العربية كما نرى، اتخذت مواقف متوازنة ومواقف تعكس أنها تقف على الحياد ودعوتها إلى وقف التصعيد. وأعتقد أيضا وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيانا في هذا الصدد وطالبت بأهمية ضبط النفس وإعادة الأمور إلى التهدئة.